فلسطين غالية على قلوبنا لعدة أمور، لأن الموضوع موضوع عقدي وليس موضوعا سياسيا، لأنها أرض عاش عليها الأنبياء. هذه الأرض فلسطين عاش فيها إبراهيم، وولد فيها إسحاق، وولد فيها يعقوب، وولد فيها يوسف، وولد فيها عيسى عليه السلام، وعاش فيها زكريا. والذي بناها أي بنى المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام. وفي سورة نحفظها ونقرأها دائما: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. أقسم الله بماذا؟ والتين والزيتون تشير إلى الشام. يقول ابن عباس: التين والشام والزيتون فلسطين. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه البلد لمكانتها ولقدسيتها. الأرض غالية، وفلسطين لها مكانة في قلوب المسلمين.